حديقة التجارب النباتية بالرباط، المعلمة التاريخية والفضاء الطبيعي الثقافي والعلمي المثالي للحفاظ على التراث البيئي. بهذا الفضاء الأخضر حلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمدين السادس لحماية البيئة، واستقبلت سموها السيدة بريجيت ماكرون عقيلة الرئيس الفرنسي في إطار زيارة لهذا الفضاء البديع الذي يمثل مركزاً لثروات بيولوجية ثمينة ومجال للأبحاث والتربية البيئية، وأيضاً نموذجاً فريداً لكنوز حيوية ذات قيمة استثنائية. وضمن المحطة الأولى لزيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء والسيدة بريجيت ماكرون لحديقة التجارب النباتية، عرض لأنشطة مؤسسة محمدين السادس لحماية البيئة التي تجعل تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء من التربية والتوعية البيئية أحد أبرز مهامها، باعتبارها من أقوى وسائل ترسيخ التنمية المستدامة خاصة في صفوف الأطفال والشباب. عمل يكرس التزامات المملكة الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة. إثر ذلك تابعت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء والسيدة بريجيت ماكرون عرضاً حول حديقة التجارب النباتية، هذا الفضاء التاريخي الذي يعد واحداً من الفضاءات التي تم ترميمها من قبل المؤسسة في إطار نهج يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز التراث الثقافي. L'architecture française a permis justement d'avoir cette harmonie et cette grandeur. الحديقة أعيد تأهيلها بناء على تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتمتد على مساحة تقدر بأزيد من 17 هكتارا، وتضم جزءا مهما من التنوع البيولوجي للكوكب. وضمن محطات هذه الزيارة وقفة عند برنامج الصحفيون الشباب من أجل البيئة، الهادف إلى تربية جيل من الأطفال والشباب على التنمية المستدامة عبر التعليم واقتراح الحلول. حديقة التجارب النباتية تساهم من خلال انفتاحها على عموم الجمهور في تعزيز التربية على احترام الطبيعة والاستدامة، وهنا تلعب المسارات البيداغوجية دوراً مهماً في التعلم بالاعتماد على الملاحظة والممارسة وعيش التجربة في تماس مع الطبيعة. هاد الممرات البيداغوجية هما واحد المبادرة خدتهم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وهي الهدف ديالها هو تبارطاجي واحد الميساج واحد اللي هو مهم جدا، وذلك عن طريق اللعب وخصوصا للأطفال الصغار. محطة أخرى ضمن هذه الزيارة شملت حديقة الفصيلة الصبارية، نباتات لها أهميتها في المنظومة البيئية، صنف يقاوم قسوة المناخ، مزاياه عديدة وأنواعه أيضا. الحديقة ذي الصباريات اللي مكنتنا من أننا نوضعوا الجمهور والناس اللي كيجيو الحديقة أنهم اكتشفوا واحد النوع الجديد من النباتات اللي كيقدم مجموعة من الميزات ألافوا عن طريق الجمالية ديالها اللي كتعطى لديك الحديقة، وثانيا عن طريق الطريقة اللي كتعامل معها مع المياه. هؤلاء الأطفال هم نموذج لآلاف آخرين استفادوا من البرامج التربوية والورشات التي تقدمها مؤسسة محمدين السادس لحماية البيئة بغية التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة. Par exemple, pour économiser l'eau, nous avons appris dans les cours de mathématiques à lire la facture d'eau de l'école et à la comparer avec celle des mois précédents. C'est une astuce très utile. هنا يعبرون عما اكتسبوه في إطار استراتيجية المؤسسة لبناء مستقبل تكون فيه الممارسات البيئية جزءاً من الحياة اليومية لدى الجميع. ما خصناش نغسبيو الو، وما خصناش نشعلو الضو من ما كاين ما حنايا ما كاينينش في البلاصه. ريسيكلي لي اوبجي كي بوف اتر ريسيكلي، تريي لي اوردور باغ اكزومبل لي بابيي تو سول، بلاستيك تو سول، اي لو فير تو سول.
ترشيد المياه، الحفاظ على الطاقة، محاربة التلوث وإعادة التدوير، كلها ممارسات اكتسبها الأطفال، وضمنهم أيضا من يهتم بمعرفة النباتات العطرية وأهمية الحفاظ على الأشجار. وهنا تلعب الورشات البيداغوجية التي تدخل ضمن برامج المدارس الإيكولوجية للمؤسسة دورا محوريا. ومحطات هذه الزيارة شملت كذلك نزهة بهذا الممر المضلل بالنباتات، يضم أنشطة شبه مدرسية وألعابا بيداغوجية من إبداع تلاميذ المدارس الإيكولوجية. وفي الختام صورة تذكارية توثق لزيارة هذا الفضاء المتميز الذي يعد من أكبر الحدائق العمومية بالعاصمة الرباط، إرث إيكولوجي ومعماري بدور اقتصادي يكشف لزائره الثراء اللانهائي لعالم النباتات، مكان للاستمتاع بالطبيعة في أجمل حللها.